غريبة أوي الست دي، تصرف عادي جدا رغم كل اللي حصل امبارح بالليل. محترف يا رؤوف، محترف على مستوى عالي أوي. ايه هربت؟ ما هربتش يا فندم. امال ايه اللي جابك هنا؟ هي اللي جابتني علينا يا فندم، جت شركة السياحة ودخلتها. ده ايه اللي جابها هنا دي؟ الله، دول يعرفوا بعض. واضح جدا. تبقى اكيد استرالية. مش بقى ايه؟ رؤوف، انزل خد العربية بتاعتك وامشي وراها، جيب قرارها. احنا مستنيين ايه؟ مستنيين ميعاد الطيارة. طيارة؟ واحنا مسافرين؟ بطل اسئلة كتير وكله انت ساكت. ما تحركش من هنا لحد ما ارجع لك. ابو سليم انت رايح على فين؟ Where is this bus going to? East Germany. ألمانيا الشرقية؟ يعني إيه ما ظهرتش من الصبح؟ هتكون راحت فين؟ الغايب حجته معايا يا أستاذ فريد. غايب إيه وحجت معاه إيه؟ دي لفترة الصبح وأدي ميعاد الغدا جه وما ظهرتش. أنا مش عارف أعمل إيه، حقيقي أنا مش عارف أعمل إيه. إزاي يا رؤوف؟ تهرب منك إزاي؟ يا فندم هي ما هربتش. الأتوبيس اللي ركبته طلع قبل ما ألحقه. وما طلعتش وراه بالعربية ليه؟ ما كانش ينفع. ممنوع. إيه هو اللي ممنوع؟ الأوتوبيس كان رايح ألمانيا الشرقية. ألمانيا إيه؟ الشرقية؟ سيد عادل. عادل. خليك وراها وأوعى تضيعها أنت كمان. تمام يا فندم. ايه تفسيرك على حكاية ألمانيا الشرقية دي؟ والله يا فندم هي جديدة، بس نبيل ده طلع عقر، عشان كده لازم نخش شقته. شقة نبيل؟ تخيل انت بقى ممكن نلاقي فيها ايه. نبيل! كنت فين كل ده؟ امسك. ايه ده؟ تذكرة سفر لجنيف وجواز سفرك اليوناني الجديد. ان
جورجيو بابادوبولوس، ده هيبقى اسمك الجديد، احفظه كويس واوعى تنسى. طب وباسبوري المصري؟ باسبورك المصري ده تنساه خالص. انساه ازاي؟ وانت فكرك البوليس الالماني وهير كروجر لما يكتشفوا انك هربت هيعملوا ايه؟ يبلغوا عنك الموانئ والمطارات والسكك الحديد، وهيوزعوا صورك في كل حته. هيبلغوا عنك الانتربول، والانتربول هيدور على نبيل سالم مصطفى في كل حته في العالم، حتى في مصر، واول بلد مصر. لذلك نبيل سالم مصطفى لازم يختفي نهائيا لحد ما الحكايه تهدى. وانت من النهارده جورجيو بابادوبولوس، تمام؟ الطيارة بتاعتك هتقوم بعد ساعة ونص، يا دوب تلحق. وانت؟ هتلاقيني مستنيك هناك، لكن من هنا لحد ما توصل لو شفتني لا تعرفني ولا اعرفك، مفهوم؟ يلا. أنا شلومو يا إزاك. أيوة يا شلوم، أنت فين يا حبيبي؟ عرفت اللي حصل امبارح بالليل؟ عرفت. أنا ليفي لسه مكلمني دلوقتي وشايط منك على الآخر. سيبك من ليفي، أنا هكلمه وأشرح له كل حاجة، المهم أنت ركز معايا ونفذ اللي هقولك عليه بالحرف. خير يا شلوم. توماس حارس البيت اللي فيه شقة نبيل هيجيب لك مفتاح الشقة، تنضفها على الآخر، ما تسيبش فيها حاجة، مش عايز اي اثر ان نبيل كان فيها في يوم من الايام، فاهمني؟ اوكي يا حبيبي. حاجه تانية، عايزك تسيب المكان اللي انت فيه، انقل كل الورق والمستندات والدفاتر، واقفل النايت كلاب. يفضل انك تغادر فورا، المصريين شغالين جامد قوي وجايز يوصلوا لك في اي لحظه. لا دي ما اقدرش عليها يا شلوم، انا عشان اقفل النايت كلاب لازم تعليمات من العامه شخصيا. اوكي يا إزاك، المهم انت تكون جاهز وتتحرك اول ما يديلك الامر. مع السلامة. ايه اللي انت عملته ده شلومو؟ انا مش قلت لك ما تتصرفش اي تصرف في الموضوع ده من غير ما ترجع لي الاول؟ ما كانش في وقت، المصريين قربوا مننا وكان لازم اتصرف. انت كده بتعرض العمليه كلها للفشل. انا كده بنقذ العمليه يا ليفي، وانت لازم تساعدني. اساعدك ازاي بقى؟ اسحب لويس جولدمان ودي امر الايزاك في المكتب هامبورغ يا بعد. انت بتخرب، بتقول ايه؟ انت مش من حقك تطلب مني قرارات زي دي. معني كويس يا ليفي، المصريين ورانا خطوة بخطوة، نفذ اللي بقول لك عليه، وانا هبقى بعدين اتصل بيك واشرح لك كل حاجة. شالوم.
مش ممكن اللي بيحصل ده. الندوة هتبتدي بعد اقل من نص ساعة وسامية لسه ما ظهرتش. دي حالة خطيرة، مسؤولية كبيرة عليك يا استاذ فريد. عارف يا استاذ سمير، انا عارف، وللاسف لو ما ظهرتش كمان 10 دقايق انا مضطر ابلغ البوليس. مش موجودة في المعرض، سألت عليها كل الوفود العربية، محدش شافها للأسف النهاردة. دي كارثة، دي مصيبة، أنا مش فاهم، مش فاهم أقول إيه لمنظمي المعرض، إيه الندوة اتلغت؟ يا ريت هتيجي على قد الندوة يا أستاذ فريد. يعني كنت عايزاني أعمل إيه؟ أنزل أدور عليها في الشوارع. أهي جت. أنا لقيتها من شوية داخلة الأوتيل، جبتها زي ما هي كده وجيت جري على هنا. معقولة اللي أنت عملتيه ده يا سامية؟ كنت فين طول النهار؟ انا مش فاهم، ده تصيب، دي فوضى. الحمد لله على السلامه. كنت فين؟ خضتينا عليك. ده الاستاذ فريد كان هيبلغ البوليس. انا كنت هتجنن. سامي احكي لي، انت حصل لك حاجه؟ وقعتي في مشكله؟ لا لا خالص. امال ايه؟ قولي لي ايه اللي حصل. تهتي ازاي؟ ركبت اتوبيس غلط وفجاه ما عرفتش انا فين. الف حمد لله على سلامتك، مش مهم اي حاجه حصلت، المهم ان انت وصلتي بالسلامه. يلا بينا يلا بينا يا جماعه، لان خلاص الندوه هتبتدي. يلا